أنا الفنان التشكيلي رؤوف العطار، دبلوم معهد فنون جميلة، بكالوريوس كلية فنون جميلة، حصل على ماجستير فخرية من إيطاليا اللي عدت معارض شخصية ما يقارب أكثر من 21 معرض شخصي وأكثر من 150 مشاركة. حبيت أن أقدم هذا المعرض وبالتعاون ومشكور البيت الثقافي في أربيل لإقامة أول معرض شخصي إلي، أنه حيكون بطريقة المعرض الإلكتروني أونلاين. هذه اللوحات نثبتها بهذه الفترة أكثريتها ما يقارب، أني انتجت 30 لوحة بفترة الحظر من تقريبا من شهر الثاني. كنت يومية أسهر، يومية أرسم باستمرار محاربة الوقت. أني ما متعود أنه يكون الوقت فارغ، ما متعود أنه بدون ما أنتج. فحسيت أن هذه صارت فرصة إلي بأن أتفرغ للرسم كاملا. فبعد أن أتممت هاي 30 لوحة إضافة إلى تقريبا 7 لوحات ما قبل جائحة كورونا لتكميل فكرة أساطير ألف ليلة وليلة، هذا الفكرة بالمشكور البيت الثقافي أنه تعاوننا لتقديم هذه الفكرة لكم. هذه اللوحات لمرضى كورونا اللي نقدر نقدمه، يعني بهاي المناسبة انه اقدر اقول انه احنا كل واحد وكل فنان وكل من عنده موهبة عنده قدرة معينة، مو الشرط المادة، ممكن انه يقدمها كمعونة خاصة بهذا الضرب. فاني حبيت انه اقدم لوحاتي جزء ريع من عندها، مساهمة بسيطة أنه راح تكون لمرضى هذا الوباء إلى أن إن شاء الله نتخلص منه بأقرب وقت.